فنان اشرف عبد الباقي، يعني عايز اسالك ككوميديان بقى وكواحد من الجيل اللي دلوقتي بالفعل بسم الله ما شاء الله ليهم عدد كبير من الافلام واثروا الحركه السينمائيه مؤخرا بكتير قوي من الافلام الكوميديه تحديدا، شايف الافلام الكوميديه دي شكلها عامل ازاي؟ انت راضي عن الافلام الكوميديه الموجوده دلوقتي ولا شايف ان هي ملي فراغ مثلا؟ تقديرك انت ايه؟ لا، ولو قلنا ملي فراغ يبقى احنا بنهزر، لكن لو قلنا الافلام دي راضي عنها او مش راضي عنها هو ده السؤال. خلينا في النص التاني، خلينا في النص الاولاني بالظبط. يعني ان الافلام دي يعني الحمد لله يمكن مش راينا ومش راي مجموعه ومش راي شخص، ولكن راي جمهور حب الافلام دي واقبل عليها، والدليل على هذا ان الافلام دي فعلا رجعت العيله ان هي تتفرج على السينما. مش معنى كده ان اللي قبلينا ما عملوش، بالعكس تاريخهم طبعا اسرى تاريخ السينما كله، ولكن في استمراريه. احنا بنحمد ربنا ان الاستمراريه دي بتحصل. طب يعني اكيد كنا نزعل لو السينما وقفت، اكيد كنا نزعل لو ما بقاش في تمثيل. ده حصل بالفعل فتره طويله، ان احنا او غيرنا، يعني حتى لو مش احنا هيبقى غيرنا، بس يبقى في استمراريه لحكايه السينما، وفي استمراريه لان في كوميديانات بيظهروا وبيختفوا، بيظهر بعديهم كوميديانات اخرين وهكذا. اذا الاستمراريه مطلوبه طول الوقت لاي صناعه. فبالنسبه لصناعه السينما الحمد لله موجوده واثبتت نفسها والناس اقبلوا عليها، فهي لا ملء فراغ ولا هي ظاهره، ولكن هي استمراريه لبدايه السينما من 100 سنه. لا معلش، انا عاوز اضيف حاجه هنا، نقطه انا اعتقد انها مهمه قوي، يعني لانه هذه مجموعه الافلام اللي حضرتك بتتكلم عليها هي معروفه، يعني هو لا يتجاوز الخمس افلام، ست سبع افلام تقريبا، مش كده؟ المدهش في هذه الافلام انها لاول مره من فتره طويله قوي بتجيب ايرادات لم تكن تحلم بها السينما المصريه، وبتجيبها من الداخل. اللي انا عاوز اقوله ايه؟ ان هذا معناه ايه؟ انه هذا معناه اولا أن هناك ذلك العدد من الناس المستعدين لأن هم يخشوا السينما كسينما ويدفعوا هذا المبلغ من النقود التي لم تكن تحلم بها ولم تتحقق قبل. الحاجة المعنى الثاني أنه الناس محتاجة لوجوه مختلفة، وجوه جديدة. يعني لما يبقى عندك صناعة، هذه الصناعة تشتغل على أربع وجوه أو ثلاث وجوه أو خمس وجوه، لما يبقى فيها وهي تحتمل 50 وجه، فهذا معناه انه السينما المصريه كصناعه ممكن تبقى صناعه قويه جدا، لكنها محتاجه بالفعل لتجديد دمها. تجديد دمها على كل المستويات، تجديد دمها بالنسبه للوجوه، بالنسبه للموضوعات، بالنسبه لطريقه الاخراج، بالنسبه لكل الحاجات دي اللي اثبتته الافلام الجديده دي. يعني لازم يكون في كل انواع الافلام، يعني الفيلم السياسي والفيلم الكوميدي والاكشن والرومانسي، يعني كل حد بيحب يشوف نوعية فيلم معينة، ممكن سينما للطفل، يعني في أفكار كثيرة جدا. يعني يواكب كمان ظهور النوعية دي من الأفلام ظهور نوعية جديدة من دور العرض السينمائية. دلوقتي احنا كنا بنتعود في وقت من الأوقات على دور عرض سينمائية، دار عرض سينمائية واحدة بتعرض فيلم لفترة طويلة. دلوقتي العيلة بالنسبة لها الفرجة على الفيلم السينمائي مش مجرد فرجة على فيلم بس، بقت ولكن فسحة. بتنزل عيلة بالكامل، بيروحوا مول من المولودين مثلا في خمس دور عرض سينمائية. الأولاد بيخشوا فيلم، الأب والأم بيخشوا فيلم تاني، يعني التنوع في مكان واحد بيسمح برؤية جديدة للسينما عكس ما كانت موجودة. فدي دي ده كله في وقت واحد، فده حاجة كويسة، يعني المفروض نبقى مبسوطين.